تقاعدت في 2006، وبعدها في اليوم الأول التقاعد بدأت أكتب كتابي عشت سعيدا من الدراجة إلى الطائرة. جلست سنتين أكتبه ثم طبعته، الآن على وشك الطبعة السادسة. الشيء اللي أفادني كثيرا واستفدت من الحياة وتعلمت من الحياة هو أنك تفكر وقت التقاعد. يعني مش ذاك اليوم تقول أفكر التقاعد، ولا هو قبله بسنة، وأنت شباب في وقتكم يجب أن تفكروا في التقاعد. اهتم بالتقاعد اللي هو تهتم بصحتك، تكون أسرة، تهتم بمالك، تعرف ماذا ستعمل حتى بعد التقاعد. في مثل يقول القدوة خير موعظة. فبدأت كتبت كتابي، ثم طلبوا مني جريدة الرياض أني أكتب مقال أسبوعي. إلى الآن أكتب مقال أسبوعي كل يوم سبت في جريدة الرياض، وتشوفونه يمكن في تويتر أنا أحطه. بعدها جاني اتصال من الديوان الملكي على أساس تعييني، تم اختياري من قبل الملك لأكون عضو في مجلس الشورى. طبعا هذا الحقيقة كل إنسان يفتخر أنه يعمل ويستمر في العمل والعطاء. أيضا أنا في البرلمان العربي، والبرلمان العربي يعني يعقد تقريبا 4 مرات في السنة. طبعا أنا تعاونت أيضا مع وزارة التعليم العالي على أساس أروح أعطي محاضرات للطلبة في أستراليا وفي نيوزيلندا وفي ماليزيا 3 سنوات. أذهب في الصيف وأعطي محاضرات لكل الجامعات اللي فيها طلبة، وأتحدث لهم مثل ما أتحدث لكم الآن. أنا أتمنى إن شاء الله أنكم تستفيدوا من اللي أقول لكم وتطبقونه. وأنا علمتني الحياة أشياء كثيرة، لكن من أهمها أني أرسم هدف وأني أهتم بصحتي، بالرياضة، بالقراءة، بأسرتي، وثم أفكر بعيد. وتعلمت أيضا الحب والتسامح، هذا مهم جدا أن الإنسان يحاول يكسب قدر ما يستطيع من الأصدقاء، وأيضا في نفس الوقت يمثل بلده خير تمثيل. هذا مهم جدا أنك تمثل بلدك خير تمثيل، لأنك قدوة له. مهما قلت إذا لم تكن مثال يحتذى، ففي الحالة هذه لا أحد يمكن أن يصدق. شكرا لكم، موفقين.